كما تحب. ما كما تحب. ها كما تحب. ابشر يا بهذا قلبك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا والله خليني اغير طيب. بالحال طيب شباب بس تكلم عشان ما نقطع الكاميرات. لا جبر خاطر. جبر خاطر. تجبر خاطري علشان وش؟ ما ودي اخلي الرجال يجيب بالحال. موقف الحالي موقف العشرين رجال. خليك تعال خوي. ما انت لي وقت. عبد الله بن دفنه بندر. اذا راح تبقون هنا تكفون التزموا بالصمت عشان نعطيه الفرصه. مزاهر يعني. كما تحب. اطلق على نفسك ما تشاء. هلا طبعا سعد. سعد عن 20 رجال. سعد سعد عاد انت عطنا الجو. قلت تبغى مشاركه الحين. دقيقه لو موقفهم انا اشاورني الحين ولا اشاور من؟ شاورني انا. طيب الصندوق والله شو اسمه الخيارات ذي. هو سؤال راح يطرح لك. ايوه تختار لك اول شيء وسؤال راح يطرح لك. ثمانية يا سعد. بسم الله توكلت على الله. تختار اي صندوق. ثمانية. ثمانية. انا مش موافق عليه. سعد السبيعي اختار صندوق رقم ثمانية. وشباب تكرموا استكفون. خلاص فوزان عبد المجيد. فوزان تكرما. طيب السؤال يقول يا سعد السبيعي. هو اخر سؤال في هالمسابقه. والسؤال يقول اين يوجد اكبر كهف جليدي في النمسا؟ روما بلغاريا. ومعك 40 ثانيه يا سعد السبيعي. ما اقدر استفيد يعني من ذي. خلي شاركنا. هذه خصم. ما حلو الحالة. حظة قرعة. ادفع البلاء. 20 ثانية يا سعد. أين يوجد أكبر كهف جليدي؟ النمسا روما بلغاريا. 15 ثانية يا سعد. الله دائما. 10 ثواني. بسم الله توكلت على الله. بلغاريا. سعد السبيعي أجاب وقال بلغاريا. والشباب كلهم صفقوا له وحيوه. الشباب كلهم صفقوا له وحيوه. والإجابة طبعا مبروك. دقيقة على حسب ما فهمت من الشباب. أنا متأكد منها مبروك صح. وعلى حسب ما صفقوا الشباب أن الإجابة صح مع الأسف خاطئة. النمسا الإجابة الصحيحة. النمسا النمسا والله. شكرا لكم جميعا. النمسا الإجابة الصحيحة. النمسا. شباب منيف إذا تكرموا يا شباب. طيب صناديق وش الصناديق؟ خلوا الشباب يشوفونها. وللعلم الهامور بإمكانه المشاركة. مبارك له سالم الخنفري بإمكانه المشاركة بالمحلين الشاورما وأيضا الناضج. طيب هذه هي الصناديق ظاهرة قدامكم. الألف وخمس. وبعدها راح أعلن لكم من هو رئيس البلدية. سم